مرحبا، حابين تعرفوا أكثر عن غادة عادل؟ خليكن معنا. بكل حلقة من هالبرنامج بنتعرف أكثر على نجمة من نجمات التمثيل العربيات، بتحبوها أكيد، إنما يمكن ما بتعرفوا كل شيء عنها، وبنشوف أفضل 5 أدوار قدمتها هالممثلة ضمن توب 5 على ذوقي. حلقتنا اليوم هي إذن عن النجمة المصرية غادة عادل، إنما قبل ما نبدأ ضروري أطلب منكم تشتركوا بقناة إنما على يوتيوب من خلال الضغط على زر سبسكرايب. اسمها بالكامل غادة عادل إبراهيم فرج صدقي، من مواليد 25 كانون الأول ديسمبر 1974 بمدينة بنغازي الليبية. توفت والدة غادة عادل وهي بعمر السنتين، وتولت زوجة والدها تربيتها، لكنها ما حست أبداً بفقدان عطف الأمومة. خالة غادة هي الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وبنت خالة هي الممثلة ريم البارودي. بالمدرسة كانت غادة عادل تغني بالحفلات، وكانت تحلم تصير مغنية مشهورة بس تكبر، وما كانت تمثيل بحساباتها، إنما كانت تحب كتير تحضر الأفلام والمسرحيات المصرية من هي وصغيرة. لما انتقلت غادة عادل على مصر بعمر 18 بدأت مسيرتها الفنية من خلال العمل كموديل للإعلانات مع المخرج طلعت يوحنا. درست غادة عادل المحاسبة بالمعهد وما دخلت الجامعة وما درست الفن. تقابلت غادة عادل مع مخرج الإعلانات مجدي الهواري ونشأت بينهم علاقة حب تحولت سريعاً للزواج، وأنجبت غادة 5 أولاد من مجدي، هن محمد، مريم، عبد الله، حمزة وعز الدين. أول ظهور لغادة عادل على الشاشة الفضية كان بال 1995 من خلال الفيلم التلفزيوني ما وراء القناع من بطولة توفيق توفيق ونرمين الفقي. أما أول مسلسل طلت فيه فكان زيزينيا بال 1997، وانطلاقتها الحقيقية كانت بعد دورة الشرير بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بال 1998. كتار منكم ما بيذكروا أو يمكن ما بيعرفوا أنه غادة عادل شاركت المطرب المصري هاني شاكر بكليب أغنيته تخسري سنة 1997، وهالكليب فتح الكثير من الأبواب قدام غادة. غادة عادل كان لها تجربة بعالم الفوازير سنة 1997، وتحديداً ضمن فوازير أبيض وأسود مع محمد هنيدي، دينا وعلاء ولي الدين. موهبة غادة عادل التمثيلية انتقلت لأبنى محمد يلي شارك سنة 2013 بمسلسل مزاج الخير من بطولة مصطفى شعبان. وهلأ صار الوقت أعرفكن على ترتيبي الخاص لأجمل 5 أدوار قدمتهم غادة عادل على التلفزيون بين 2010 و2015. بالمرتبة الخامسة مسلسل مكان في القصر. قصي تعبانة شوية، حبص على عزيز بي وأنزل أرتاح، عن إذنك. بالمرتبة الرابعة سر علني. أنا مشيت وراك بس عشان ما كانش ينفع أسيبك تعمل كل اللي في دماغك. بالمرتبة الثالثة مسلسل فرح العمدة. أيوة يا باشا، فرح العمدة غريب العمدة. ده يطلع إيه ده؟ ده اسمي يا باشا، فرح العمدة غريب العمدة. بالمرتبة الثانية سرايا عابدين. يا شمس ردي عليا، شمس ألف سلام عليك. وبالمرتبة الأولى العهد الكلام المباح. أنت حمار يا ابني؟ نعم أنت كمان يا أختي. في حاجة مش صح حصلت لنا وإحنا في المغارة. وبنهاية هالحلقة بذكركم تشتركوا بقناة إنما على يوتيوب من خلال الضغط على زر سبسكرايب، ويا ريت كمان تعملوا شير لهالفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. باي.